مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم التربويات مع الأستاذ محمد البخاري. دونك اليوم لا برودكسيون دو ليكري، التعبير الكتابي، غادي نحاولوا نجاوبوا على ثلاثة ديال الأسئلة عندنا هنا. دونك لا بروميير كيسيون كومبليت لو ميساج أليد دي مو سويفون. هذا لو ميساج هذا كما كتلاحظوا بأنه ناقص، غادي نكملوا بهاش، غادي نكملوا بهذه الكلمات هذه. تا ريبونس، طون أمي، ميساج، بون فاكونس، مون بونجور. نبداو غوسو يعني يوصل، شنو اللي يوصل؟ وصل ميساج. دونك ميساج غوسو، ميساج غوسو، الرسالة وصلت أ توت لا فامي، العائلة كاملة. كيقول له مون بونجور يعني سلم لي على العائلة كاملة، مون بونجور سلامي للعائلة كاملة. دونك مون بونجور، مون بونجور أ توت لا فامي. باس دو، باس يعني دوز، عطلة مزيانة. بون فاكونس، بون فاكونس، هي مشات. جاتون، انتظر جوابك. تا ريبونس، تا ريبونس، انتظر جوابك. اوليفيي، شنو نقول له؟ دونك طون امي اوليفيي، يعني صديقك اوليفيي. دونك شكون اللي مصيفط هذا الميساج هذا؟ مصيفطو اوليفيي، لاين مصيفطو لأومار، اوليفيي ا أومار. دونك قال له ميساج غوسو، مون بونجور ا توت لا فامي، باس دو بون فاكونس، J'attends ta réponse, ton ami Olivier. Donc, Hada, c'est un message électronique à caractère informatif écrit par Olivier à son ami Omar. Passons à la deuxième question. Suivez avec moi. Mets en ordre les phrases de ce texte en les numérotant de 1 jusqu'à 4. Radin Krao, Hadl Jumel Hadou. À partir de 18 ans, il a travaillé dans un cabinet d'avocat. Il a travaillé dans un cabinet d'avocat. Dans un petit village du Rif. نجات بالقاسم جات للعالم من واحد الفيلاج اللي هو صغير في الريف، الريف المغربي ديال المغرب. A 38 ans، في العمر ديال 38 سنة، elle devient ministre de l'éducation nationale، ولات وزيرة التربية الوطنية en France، في فرنسا. Elle a suivi ses études en France، كملات قرايتها فين؟ فرنسا. دونك من طبيعة الحال علاش كنهضروا هنايا في هذا لو تيكست هذا؟ كنهضروا على نجات بالقاسم. من طبيعة الحال غادي نبريزونتيو لا بيرسوناليتي هي الأولى. دونك La phrase de là est ici. Najat Belkacem est venu au monde dans un petit village du Rif. بعد غادي يبان الامور واضحه. علاش؟ لان هنايا تسلسل ديال الزمن، ما يمكنش نقولوا في العمر ديال 38 سنه وعاد نقولوا في العمر ديال 18 سنه. بطبيعه الحال غادي نقولوا العمر ديال 18 سنه، ومن طبيعه الحال عاوتاني ما يمكنش نسبقوا الخدمه على ليتود، على القرايه. دونك القرايه نقولوا elle a suivi ses études en France، يعني كملت قرايتها فين؟ في فرنسا. دو، ومن بعد خدمات dans un cabinet d'avocat de pardon 3 et à l'âge de 38 ans elle devient ministre de l'éducation nationale en France. في العمر ديال 38 سنه ولات وزيره التربيه الوطنيه الفرنسيه. دونك 4. دونك نقراو هذا لو تيكست maintenant. نجات بالقاسم est venue au monde dans un petit village du Rif et elle a suivi ses études en France. À partir de 18 ans, elle a travaillé dans un cabinet d'avocat. À 38 ans, elle devient ministre de l'éducation nationale en France. Donc Najat Belkacem جات لنا من واحد الفيلاج اللي هو صغير ديال الريف المغربي، كملت قرايتها في فرنسا، في العمر ديال 18 سنه خدمات في واحد الكابيني ديال المحاماه، مكتب المحاماه، ومن بعد في العمر ديال 38 سنه ولات وزيره التربيه الوطنيه الفرنسيه. دوزو لا ترويزيام كاستيون لا ديرنيير. مي اون اورد اون اكريفون لي نيميرو 1 2 3 4 دون لي كاز كي كونفين. دابا غادي نديرو عاوتاني من واحد حتى لربعه باش نرتبوا هاد الجمل هادو. دونك يونا بوي إل فيرم لو كابو، أونسويت Il rentre à la maison. Enfin, il se lave les mains. D'abord, papa vérifie le moteur de la voiture. قبل ما نرتبو غنشوفو هنايا عندنا دي مو مكتوبين اون غرا. هاد لي مو اللي مكتوبين اون غرا هما اللي غادي يحددوا لي داك الترتيب. دابور هي مثلا بحال نقولو في البداية. Ensuite غادي نقولو من بعد. Puis يعني وبعد ذلك. Enfin هي أخيرا. دونك واحدة بعدا عارفينها بأنها هي 4، هي Enfin هادي 4.
راه باينه كنقولوا اخيرا، ومنين كنقولوا عاوتاني دابور يعني اولا، في الاول دابور سي ان، دابور بابا فيريفي لو موتور دو لا فواتور، واش غنقولوا بوي يل فيرم لو كابو، ولا غنقولوا اونسويت يل رونتر على لا ميزون. بابا يعني الوالد ديالي كي فيريفي كيراقب لو موتور المحرك ديال السياره، واش غادي يشد لو كابو، الكابو هو داك الغطاء ديال لو موتور، واش غادي يشدو ولا غيدخل لا ميزون، غيشدو بطبيعه الحال بوي. دونك دو وهنا 3 اي اونسويت يل رونتر على لا ميزون. نقراو هاد لو تيكست غادي يولي لي بحال الطريقه هادي. دابور بابا فيريفي لو موتور دو لا فواتور بوي يل فيرم لو كابو اونسويت يل رونتر على لا ميزون اونفان يل سو لاف لي مان. في البدايه الوالد ديالي كيراقب المحرك ديال السياره، من بعد كيسد لو كابو، ثم كيدخل للدار، واخيرا كيغسل يدو يل سو لاف لي مان. دونك هادشي اللي كان عندي في هاد الفرد الصفي رقم واحد اللي كيتعلق بالمراقبه المستمره الصفية بالنسبة للغة الفرنسية لا برودكسيون دو ليكري، برودكسيون دو ليكري بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، ليكري 5 اني دو لونسينيومون بريمير. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناة تربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.